حضرتك اختار الباب العام يا فندم تعديل وخصم مسافه قصيره يا فندم حضرتك ايه رجعت يا فندم بس انا عايز اقول لك حاجه يا ناصر، مش هينفع ان احنا نجادل في غير الحق. بحجه ان احنا على حق، احنا بنتكلم في اجور موظفين، مش بنتكلم في مين يكسب مين ومين ياخد من مين. احنا بنتكلم في اجور موظفين. احنا بس يا ناصر بيها حاجه، احنا مش بنتكلم مين يشتغل على مين ومين يغلب مين. احنا بنتكلم في بيوت ناس بس كده خلاص. يعني مش شرط ان انا اخرج من عندك في قلبك ستين وانا كسبت. يا محسن دي والله موضوع بس انا حاجه خارج هذا الاطار خالص. خلاص ماشي. طب نعيمه خلاص ماشي. انا بس بفهمك يعني ان احنا بنتكلم في اجور ناس ومرتبات ناس وبيوت ناس، مش بنتكلم مين يكسب مين ومين يغلب مين. انت حضرتك برضه مش قول لي والله بس احنا محتاجين احنا اصحاب. لا 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 احنا اوعى نمشي ونقعد نتكلم مع بعض. لازم احنا بس في حاجه مش عايزين بعد اذنك الحوار كلمه يخرج. والله ابدا. لا لا استحاله. هقول لك لا لا لسه عايز اقول لك جبنا سجاره من معاك. لا لا حاجه واحده لسه عايز اقول لك جبنا سجاره من معاك. عايزين سجاره من معاك عشان تعرف ان احنا اصحاب وحبايب. لا لا هي المشكله بس سجاره انا استني نفسي. بس المشكله كلها في ايه يا محسن بيه؟ ان حضرتك عندك فيه 6000 موظف. لحظه واحده بس الاول بس عشان تاخدها مني انا. يا باشا انا الموظف كله بيتكلم 25 مليون جنيه. بتخسروا كل يوم دلوقتي. كل يوم دلوقتي الهيئه بتخسر من 50 ل 60 مليون جنيه. كل يوم الهيئه بتخسر من 50 جنيه. مين يقول ان انا عندي 25 مليون جنيه في السنه اضيع هيئه بمليار جنيه في الايجارات الشقه؟ مين يقول كده؟ حضرتك واحنا قاعدين انا وحضرتك اي دوله اي رائد دوله يقول ان انا اضيع احط 25 مليون جنيه على ايرادات الهيئه انا اضيع مليار جنيه. عقلك وقت لا قانون ده قانون بص بيه بص بيه وده قانون بص بيه بص بيه حضرتك مش في اتفاق. احنا حطينا لحضرتك الاسس اللي حضرتك هتمشي عليها لما جيت طلبت يا باشا خلاص يا باشا حضرتك انا حضرتك انا